السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ثم أما بعد، ده طبعا القرع بعد ما كبر كله. النهاردة دي فيديو متابعة عشان هنخفه. يعني هنخفه؟ شايفين يا جماعة طلع كام عود في ال طلع دلوقتي كام عود في قلب البستيلة دي، يعني أو في قلب الجردل ده؟ طلع كتير. هنشوف أقوى عدم فيهم. يعني مثلا العود ده، عود بسم الله ما شاء الله عليه قوي، تمام. العود ده برضه بسم الله ما شاء الله عليه قوي، تمام. هنشوف اقوى عود فيهم، اقوى عودين، وهنسيبهم، تمام. او اقوى عود بس، او نخلي عود منفرد. بس انا هخلي عودين عشان لو في عود في النص جرى حاجه. يعني ليه؟ انا هخلي عودين ثلاثه برضه لحد ما يكبروا، واطمن انهم هيكبروا، تمام. ومن هنا ورايح يا جماعه الري هيبقى كل يوم. من هنا ورايح الري هيبقى كل يوم. احنا بقى لنا ايه دلوقتي؟ قد ايه؟ اسبوع او اسبوع ونص زارعينه. يعني بقى لنا حوالي 10 ايام او 12 يوم. بدايه من النهارده بقى هنروي كل يوم، تمام. ما لقيتوش محتاج رأي كل يوم، اخليه خلاص كل يومين. بس بدايه من النهارده هنروي كل يوم، لان الزرع كبر الخضار ده. ومن النهارده، هنحط ميه. يعني النهارده هنروي بميه بس، بكره ان شاء الله هنحط خدمه وهنعمل لكم متابعه. يعني بعد كده بقى انا فيديوهات المتابعه هصور لكم كله مع بعض، يعني القرع مع عباد الشمس مع اللب الخشاب اللي زرعينه مع كل الزرع اللي زرعناه فوق السطح هنا، مع الخيار، مع كله، مع القته، مع الحاجات اللي زرعناها كلها هنا، تمام. فالنهارده هنخف ونوريكم. طبعا ده عود يا جماعه، ده عود اهو بسم الله ما شاء الله عليه، ايه لقى نفسه، تمام. اشيل بقى العيدان اللي جنبه دي كلها، اخف. طبعا اللي اتخف ده خلاص ايه، مش هينفع تاني، تمام. اسيب عود كمان اهو، اسيب العود ده وابدا اخف. ايه؟ ابدا اخف العيدان الصغيره دي اهي، تمام. هسيب كذا عود، يعني هسيب، انا مش هسيب ايه، هسيب حوالي عودين ثلاثه. يعني ادي اهو العود ده اهو، والعود ده هنسيب العود اللي هو الكبير ده اللي هو ايه خلاص ده نفش نفسه، ونشيل اللي جنبه دول هم الاخرين عشان ما ايه ما ايه اهم ما ينفسهوش، تمام. وهنشيل ده وهنشيل دول، هنسيب بقى دول، تمام يا جماعه. هنسيب بقى دول اهو، هنسيب اللي هم كبار دول، اللي هم ايه اللي هم اصلا خدوا وضعهم دول، خدوا وضعهم وكبروا بسرعه بعيد عن اخواتهم دول. دول ان شاء الله يبقى فيهم عافيه. في دول ايه؟ دول اربع عيدان، دول اربع عيدان. لو ان شاء الله كملوا معانا، لو كملوا معانا كلهم هنشوف اقوى عود فيهم وهنخليه، وبعد كده هنشيل باقي اقوى عود او اقوى عودين وهنخليهم، وبعد كده نشيل باقي. لان هو بيبقى يا جماعه بيبقى سمكه كبير جدا وبيطول، ودي دي دوبك دوبك هتكفيه ميه وخدمه لوحده، ما ينفعش العودين، تمام. والسلام ختام، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لحد ما بيطلع القرعه ونحطه فوق الطرشه دي.